أشرف قلت لي أنا حبيت نولي مشهور في شنو مانيش عارف ما باش نولي مشهور. أي ما هي الحكاية راهو عندها علاقة بالبشر بصفة عامة. البشر ديما كان مهووس بفكرة الخلود. البشر حتى كان قبل الفراعنة كي يموتوا ويدفنوا معهم الكنوز نتاعهم على أمل إنهم باش يرجعوا لحياة نهار آخر. دونك هذه حاجة في جيناتنا نحبوا نعيشوا ما نموتوش جملة. بالنسبة لي أنا واحد باش يوصل يعيش من غير ما يموت جملة لازم يقعد في مخخ العباد يقول لك تموت وقت اللي العباد تنساك. تو مثلا كي واحد ذكي مش نورمال نقولوا شنو تولي لي أينشتاين. شوف أينشتاين قد عنده مليمات رغم ذاك التو نحكيوا عليه. هذيك الشهرة نحكي عليها متاع الشهرة متاع أنك خليت أثر في الدنيا هذه مت بعد 200 300 400 سنة يقعدوا يحكيوا عليك بنفس الإمباكت هذاك كأنك موجود معهم. لو كان من الأول قلت نحب نوصل للشهرة هذيك خاطر الشهرة اللي أي شهرة مش هذيك اللي طمحت لها وهذيك سهلة بون نوعا ما سهلة تقعد جرب مين تخطف. أما الشهرة اللي أنا حبيت نطمح لها واللي أنا حبيت عليها هي شهرة مدروسة معناتها لازم تعمل هكا وهكا باش تخلي أثر في العباد من نوع هذا. شو عملت من الأول باش تلفت الأنظار اللي كنتي باش ما تكونش إنسان عادي؟ والله يغزر قبل ما نعمل أي كونتينيو أنا لأني ما كنتش عبد ما أنت يتعدى هكيك عادي ما أنت حتى في أصحابي في الكوليج في الليسي في الفاك ديما عامل موضوع ديما مبربش حاجة من الحاجات. أما وقتاش بديت في الفيديوهات بديت في الليسي وقت عملت فيديوهات كوميديا إن شاء الله ما يلقاها حد والفيديوهات هذوما كما نقولوا حاولت كي نعمل فيها سكتشات أنا وصاحبي كل شيء. بعدها بريود عملت فيديوهات على المسلسلات وقت انقدت مسلسلات رمضان وجوابي حوار ما انقدش برشا شكرتكم حتى كنت تنقد بدمك تحكي قاعد تشهر فيهم ما لنقدكم ما وقتا ومشيت فيكم صريح دوك وقتا جات بريود ما انت عملت تحليلات وكل شيء. بعد كيف بطلت قلت مش هذا اللي حاجتي بيه معناتها الامد الى الافق نتاع تحليل المسلسلات مش هي الحاجه اللي نطمح لها. نهار اخر نحب شو هذا وقفني يقول لي والله يعجبني التحليل نتاعك هي حاجه تفرح خاطر بريتو مخي اللي خرج التحليل هذاك. ما انا حبيت حاجه ما ابعد حاجه تاثر في حياته هو معناتها يقول لي واحد تو في الشارع والله يعجبني فيديو ذاك المره سلكتها لي في قضيه ولا سلكتها لي في مشكله قانونيه ولا حاجه كيما هكاك ولا خويا درى شنو صار ويخينا خاطر نعرف كذا كذا قلت له هكا الحاكم ولا حاجه من النوع هذا انا نفرح التريبل خاطر مخي خرجها وزيد اثرت له في حياته هو. دونك هذيك هي النوع الشهر اللي حبيت عليها. دونك يوصل الناس يوقفوك في الشارع على فيديوهاتك؟ بطبيعة من أكثر الحاجات اللي بدلت لي حياتي راهو 180 درجة إني راه عبد في الشارع فرحان اللي شافني ويحب يتصور معايا وإلا جوست يحب يقول لي أنا منهم مرة في بلاصة عرضني راجل مد ولده من البوسيت وقال لي بلي نحب نصوره معك.